بيتكلم في ناس غالية علينا، ناس غالية علينا قدمت حياتها عشان البلد دي تبقى كده ونبقى احنا قاعدين كده مع بعض كلنا في أمان وسلام. عقب مشاركته باحتفالية انطلاق النسخة الرابعة من قادرون باختلاف، السيسي يشدد على أن الجيش والشرطة دفع ثمنا كبيرا من أجل حماية مصر وشعبها. للمرة الأولى منذ عام 2011 وزراء دفاع روسيا وتركيا وسوريا يبحثون في موسكو سبل إيجاد حل للنزاع في سوريا. وهذا التطور يرتقي إلى مرتبة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي. قيس سعيد يقول إن التطاول على سلطة الدولة التونسية ورموزها يرقى إلى مرتبة التآمر على أمنها. السابعة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت غرينتش، موعد لنشرة إخبارية جديدة تأتيكم من النيل، أهلا بكم. نبدأ من مركز المنارة الدولي للمؤتمرات بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة الذي شدد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته بأعمال احتفالية انطلاق النسخة الرابعة من قادرون باختلاف لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة، على أن الجيش والشرطة دفع ثمنا كبيرا من أجل حماية مصر وشعبها. كتاب الله الكريم هدية للرئيس من أحد الأبطال من ذوي الهمم القادرون باختلاف، يحمل كل معاني وآيات الشكر والامتنان لنهج ومسار دولة تؤسس لجمهوريتها الجديدة بدمج وإشراك هذا القطاع الهام من أبناء الوطن، ورئيس يتوسط أبناءه القادرين بكل المجالات يعلي من شأنهم ويوجه اهتمام وعناية كل مؤسسات الدولة نحو تمكينهم وصون حقوقهم بل واستنفار طاقاتهم وإمكاناتهم. فللعام الرابع على التوالي وعبر النسخة الرابعة لاحتفالية قادرون باختلاف التي تزينت بعنوان لنا مكان، يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمركز المنارة للمؤتمرات فعاليات المعرض الذي أقيم على هامش هذه الاحتفالية. استعرض خلاله أبطال التحدي مشاهد قليلة من كثير مشاهدهم من البطولات والإنجازات في المجالات الرياضية والفنية والإبداعية، فكانت حفاوة التشجيع والثناء من الرئيس. الصورة دي جميلة جدا. عارف يا رحمة، اللي ملوش حظ اللي ما يحبكمش، ملوش حظ. صح صح، اللي ملوش حظ صح، ده حقيقي، هو اللي ما يحبكمش. وبهذه الكلمات قليلة العدد كثيرة المعاني يؤكد الرئيس أن الوطن يحتاج لقدرات جميع أبنائه، موجها باتخاذ كافة مؤسسات الدولة كل ما يلزم من أجل تعزيز البرامج والإجراءات لتمكين ذوي الهمم ودمجهم بجميع المشروعات والمبادرات القومية. أولا، تكليف وزارة التضامن الاجتماعي لتيسير إصدار كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم ضمانا لحصولهم على كافة الحقوق والخدمات، ودراسة صرف معاش الوالد للمرأة من ذات الهمم المتزوجة أسوة بباقي الأشخاص ذوي الهمم. ثانيا، تكليف وزارة الشباب والرياضة بدراسة عمل عضويات وإتاحة الاستخدام لأبنائنا وبناتنا من ذوي الهمم لكافة مراكز الشباب ومراكز الابتكار الشبابي والتعلم والمدن الشبابية، والتنسيق مع الأندية الرياضية من أجل ضمان إتاحة الممارسة الرياضية له. دعم مالي كبير يضاف إلى الدعم المعنوي يوجه لتلبية احتياجات ذوي الهمم، شدد الرئيس. تكليف وزارة الإسكان
بمراعاة الاحتياجات الخاصة بذوي الهمم فيما يتعلق بمشروعات الإسكان، ويتم تحديد نسبة لهم ضمن الأولويات التي يتم تخصيصها ووفقا للضوابط الخاصة بالمشروعات المطروحة حاليا في مختلف المدن الجديدة، مع توفير كود الإتاحة في المنشآت العامة والسكنية. خامسا، تكليف وزارة الصحة بإتاحة مختلف الخدمات الصحية المتكاملة لذوي الهمم في جميع الهيئات العلاجية في مختلف المحافظات. فقرة اسأل الرئيس التي عرضت بالاحتفالية كانت فرصة لتفاعل الرئيس مع أسئلة تدور في أذهان ذوي الهمم حول ما مرت به البلاد خلال السنوات الماضية. فقد أكد الرئيس أن الجيش والشرطة دفعا ثمنا كبيرا من أجل حماية مصر وشعبها، موجها التحية لأرواح الشهداء منهم ولأسرهم. كان في شباب زي عمرو ورامز وكل اللي موجودين، في شباب من مصر، من الجيش ومن الشرطة ومن القضاء ومن كل حتة، ومن غير تمييز لا مسلم ولا مسيحي، كل مصري دفع ثمن كبير قوي عشان البلد دي تبقى بالهدوء ده، تبقى بالسلام ده. فإن كان ليا كلمة أقولها للناس، حافظوا على اللي ربنا سبحانه وتعالى وقف معنا فيه وحمى البلد دي. الاحتفالية التي أقيمت بالتعاون بين وزارتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي إلى جانب الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، كشفت عن مبادرات وخطط الدولة لإنهاء عقود من التجاهل أو التهميش لدور ذوي الهمم في مسيرة الوطن باتجاه مستقبل يتشارك فيه الجميع من أبنائه. فخلال السنوات الماضية تطورت البنية الأساسية والبنية الرياضية من السادات، مدن شبابية ورياضية، ملاعب، مراكز شباب، حمامات سباحة، صالات رياضية. تلك الحياة الكريمة، وهذا يؤكد قدرات مصر في تنظيم كافة الأحداث الرياضية الكبرى، حيث أن هذه البنية وفرت نحو 65% من تكلفة استضافة تلك الأحداث الحالية والمستقبلية. يعني 65% انتهت من تكلفة تنظيم أي حدث مستقبلي. وقد قامت مصر بتنظيم نحو 289 بطولة وحدث دولي وعالمي، بالإضافة إلى تحقيق نحو 2646 ميدالية في مختلف الألعاب الفردية والجمعية. المبادرة الأولى بعنوان الإتاحة وكسب العيش، نناشد جميع المؤسسات والمصالح، الجامعات، الشركات، البنوك، المستشفيات، مراكز الشباب، الجمعيات الأهلية، النوادي وغيرها من المؤسسات، فلنساهم جميعا في إتاحة البيئة المكانية والتكنولوجية لتيسير تواصل ذوي الإعاقة كل على تكلفته الخاصة. قادرون باختلاف ليس فقط تطور إنساني في الاسم والمسمى، لكنه تطور أخلاقي واجتماعي لك الفضل فيه أولا وأخيرا فخامة الرئيس. لولا إيمانك ودعمك لنا ما كنا وصلنا إلى أن نؤكد اليوم أنه لينا مكان. يوم تاني ونظرة تانية جاية تجرح فيا تاني، ليه بيبصولي أنا مش فاهم، أنا شبه سامع كل أفكارهم تملي بالي، وبإحساسي أنا رب العالم، وأنا مش هسيب فرصة لحد يكسرني ولا تهزم وضعف. أصبح تقدم الأمم والشعوب يقاس بحجم المكتسبات التي تحققت لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة بمجتمعاتهم. وعلى هذا الدرب صارت الدولة المصرية طوال الثماني سنوات الأخيرة بفهم ووعي بالغين بأنهم شريك أساسي في بناء ونهضة الوطن، فعملت على دمجهم وتمكينهم في شتى مجالات العمل الوطني. من مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة على رشوان، النيل. أجرى وزراء الدفاع روسيا سيرجي شويغو وتركيا خلوصي أكار وسوريا علي محمود عباس في موسكو محادثات ثلاثية بحثوا فيها ملفات مهمة، من بينها سبل إيجاد حل للنزاع في سوريا المستمر من عام 2011. بعد أكثر من 10 سنوات من العداء والقطيعة،
بسبب دعم تركيا المعارضة والفصائل السورية المسلحة ومحاولتها الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد واحتلالها أجزاء من شمال سوريا. التقى وزير الدفاع ورئيس المخابرات التركيان بنظيريهما السوريين في موسكو في إشارة واضحة إلى بداية التطبيع بين أنقرة ودمشق. وبحسب مصادر تركية وسورية، بحث الاجتماع سبل حل الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين والجهود المشتركة لمحاربة الجماعات المتطرفة في سوريا، مشيرة إلى أن الأطراف التركية والروسية والسورية اتفقت على مواصلة الاجتماعات الثلاثية. يعتبر هذا اللقاء هو الأول والأرفع بين البلدين نجاحا للوساطة الروسية وتمهيدا لتواصل أكبر على مستوى الوزراء والأجهزة الأمنية، تحضيرا على ما يبدو لظروف أنسب للقاء محتمل بين أردوغان والأسد. يأتي اللقاء وسط جهود تركية لمصالحة مع النظام السوري بوساطة روسية، وهو أمر قال تقارير صحفية إن دمشق لم تتخذ قرارا فيه حتى الآن. ويرى مراقبون أن أي مصالحة بين أنقرة ودمشق تتطلب أساسا حل معضلة الميليشيات السورية المسلحة الموالية لتركيا وإعادة توحيد الدولة السورية تحت سلطة الأسد، وهو أمر ترفضه الفصائل المسلحة في إدلب والمناطق المحيطة بها. في المقابل تبحث أنقرة عن التخلص من عبء مكافحة الفصائل الكردية السورية، حيث ترفض أنقرة بشكل قطعي وجود سلطة كردية مستقلة على حدودها تحفز النزعة الانفصالية. ويبدو أن هناك صفقة في الأفق بين الجانبين السوري والتركي، وربما ترتيبات لانسحاب الجيش التركي وفق جدول زمني محدد ووفق ترتيبات تشرف عليها الدول الثلاث. قال الرئيس التونسي قيس سعيد عقب اجتماع بقصر قرطاج بمدينة تونس العاصمة شاركت فيه رئيس الحكومة التونسية ووزراء العدل والدفاع والداخلية إن التطاول على سلطة الدولة التونسية ورموزها يرقى إلى مرتبة التآمر على أمنها. وما يحصل هذه الأيام من قبل الغارقين حتى النخاع في الفساد وفي الخيانة يتولونه كل يوم وكل ساعة على مدار الليل والنهار ضرب مؤسسات الدولة، ويتلونون بكل لون، ويتطاولون على الدولة ورموزها. وهذا التطاول يرتقي إلى مرتبة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي. وقال الرئيس التونسي قيس سعيد قلل من أهمية مقاطعة الانتخابات التشريعية التي شهدتها تونس مؤخرا. لقد تم تنظيم الدورة الأولى من انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب القادم، وشابه ما شابه من تجاوزات، وأسفرت عن النتائج التي تعرفون، ولكن 9% أو 12% من الذين شاركوا أفضل من 99% التي كانوا يشاركون فيها، وكانت تتهاطل برقيات التهاني من الخارج. وتعلم تلك العواصم أن الانتخابات مزورة. في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، قال نبيل أبو ردين المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إن إعلان رئيس وزراء إسرائيل المكلف بنيامين نتنياهو الخطوط العريضة لحكومته اليمينية بتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية يخالف جميع قرارات الشرعية الدولية. وقال إنه بدون دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية
لن يكون هناك أمنا أو استقرارا في منطقة الشرق الأوسط. عشية حلف اليمين، وضع رئيس وزراء إسرائيل المكلف بنيامين نتنياهو اللمسات الأخيرة على اتفاقات الائتلاف الحاكم، فيما قدم شركاؤه المحتملون من اليمين المتطرف تطمينات بأنهم سيكونون في خدمة كل الإسرائيليين ولن يسعوا لأي تغيير جذري في استراتيجية إدارة الصراع مع الفلسطينيين. وتؤدي حكومة نتنياهو المحافظ الذي فاز تكتله المؤلف من أحزاب قومية ودينية ويمينية بفارق واضح في انتخابات الشهر الماضي اليمين اليوم الخميس ليستكمل عودته للمشهد السياسي بولاية سادسة القياسية رئيسا للوزراء. وتثير مشاركة حزبي الصهيونية الدينية والقوة اليهودية في الائتلاف الحاكم القلق في الداخل والخارج، نظرا لمعارضة زعماء هذين الحزبين لقيام الدولة الفلسطينية وتحريضهم في الماضي ضد الأقلية العربية والنظام القضائي الإسرائيلي. وانهارت محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية التي كانت تجرى بوساطة أمريكية في عام 2014، ويبدو أن إحياءها أمر مستبعد بعد أن جعلت الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة نتنياهو المشهد أكثر قتامة مما هو عليه من وجهة النظر الفلسطينية. وشهد هذا العام بعضا من أسوأ موجات العنف في الضفة الغربية المحتلة منذ سنوات، مع تنفيذ القوات الإسرائيلية حملات قمع أمنية في مواجهة اضطرابات فلسطينية وهجمات من مسلحين. ووصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحكومة الإسرائيلية الجديدة بأنها حكومة تتبنى التطرف والتفرقة العنصرية. وفيما بدا عدم الامتثال لدعوات متطرفة، تضمنت المبادئ الاسترشادية للحكومة الجديدة احترام ما يسمى بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة، بما يشمل حظرا من إسرائيل على الصلوات اليهودية في مجمع المسجد الأقصى في القدس الشرقية. قال بيني جانس وزير الدفاع الإسرائيلي إن بلاده يمكن أن تشن هجوما على مواقع نووية إيرانية في غضون عامين أو ثلاثة. يذكر أن إسرائيل على النقيض من إيران، ليست من الدول الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي لعام 1970، والتي تسمح للدول بالحصول على التكنولوجيا النووية للأغراض المدنية مقابل عدم حيازة أسلحة نووية. قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية إن بلاده لم تستشر أوبك بلس بخصوص رضها على السقف السعري الغربي المفروض على النفط الروسي. من حق روسيا السيادي اتخاذ ما تراه مناسبا للرد على مثل هذه الإجراءات غير القانونية المنافية للعقل تماما، التي يطلق عليها بالحد الأقصى للأسعار. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية إن خطة السلام الأوكرانية المؤلفة من 10 نقاط يجب أن تتضمن 4 مناطق ضمتها روسيا إليها. ليس هناك خطة سلام بعد الأوكرانيا. لا يمكن أن تكون هناك خطة سلام لا تأخذ في الاعتبار حقائق اليوم فيما يتعلق بالأراضي الروسية بانضمام 4 مناطق إلى روسيا. والخطط التي لا تأخذ هذه الحقائق في الاعتبار لا يمكن أن تكون سلمية. في العاصمة الأوكرانية كييف، قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن المحاربين الأوكرانيين سوف يجلبون السلام لبلادهم. هدف استعادة كامل الأراضي الأوكرانية متلازم مع هدف آخر، هو إطلاق سراح كل الأوكرانيين الموجودين في السجون الروسية، وكذلك عودة كل من هجروا قسرا من أراضينا. منذ 24 فبراير نجح مفاوضون في إطلاق سراح 1456 من الأسرى في روسيا، وأنا أريد أن أشكر جميع محاربينا
محاربون هم أمل الملايين في الحياة، وهم أمل أوروبا في السلام، وهم أمل العالم في أن عهد الإمبراطوريات قد ولى بلا رجعة. المحاربون الأوكرانيون سيجلبون لنا السلام وسوف يحققون. في العاصمة الأوكرانية كييف أيضا، قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان كورنو عقب لقائه الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن بلاده سوف تعمل من أجل تلبية الاحتياجات العسكرية الأوكرانية خلال الأسابيع المقبلة. وبحسب تصنيف لمعهد كيل للاقتصاد العالمي في ديسمبر الماضي، حلت فرنسا في المركز العاشر خلف بريطانيا وبولندا وألمانيا على صعيد الدعم العسكري لكييف الذي تقدم الولايات المتحدة القسم الأكبر منه. قال رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي إن بلاده تتعاون مع قوة حفظ السلام الدولية بقيادة حلف الناتو لضمان عدم تصاعد التوتر مع صربيا. نصب الحواجز على الطرق أمر غير قانوني وغير مقبول، ولن يتم التسامح معه. ووفقا للتقييم الأمني، منحنا الوقت الضروري لمهمة حفظ السلام في كوسوفو كفور للتدخل، لكن الوقت ينفد سريعا بتأكيد هذه المرة. في واحدة من أسوأ الأزمات في المنطقة منذ سنوات، أعلنت شرطة كوسوفو إغلاق أكبر معبر حدودي مع صربيا بعدما أقام محتجون صرب مزيدا من الحواجز على الطرقات. واندلعت الاضطرابات الأخيرة في العاشر من ديسمبر عندما أقام الصرب حواجز على الطرقات احتجاجا على اعتقال شرطي سابق يشتبه في تورطه في هجمات ضد ضباط شرطة كوسوفيين ألبان، ما شل حركة المرور في معبرين حدوديين. وبعد إقامة الحواجز تعرضت شرطة كوسوفو وقوات حفظ السلام الدولية لهجمات في عدة حوادث إطلاق نار، بينما تم وضع القوات المسلحة الصربية في حالة تأهب قصوى هذا الأسبوع، لكن محكمة في بريشتينا أمرت بالإفراج عن الشرطي السابق ديان بانتيك ووضعه قيد الإقامة الجبرية في خطوة قد تكون بادرة لتهدئة الأوضاع. كانت كوسوفو قد أعلنت استقلالها عن صربيا عام 2008، لكن بلغراد رفضت الاعتراف بها وشجعت 120 ألفا من الصرب في كوسوفو على تحدي سلطة بريشتينا، لا سيما في الشمال حيث يشكل الصرب غالبية فيه. واستخدم عشرات المتظاهرين على الجانب الصربي من الحدود شاحنات وجرارات لشل حركة المرور نحو ميردار، أكبر معبر بين الجارتين، في خطوة أجبرت شرطة كوسوفو على إغلاق نقطة دخول. وزير الدفاع الصربي ميلوس فوسيفيتش قال إن بلغراد مستعدة للتوصل لاتفاق مع كوسوفو، لكنه لم يحدد تفاصيل بشأنه. ويشهد شمال كوسوفو حالة من التوتر منذ نوفمبر الماضي عندما ترك مئات من الموظفين الصرب في الشرطة والقضاء وظائفهم احتجاجا على قرار مثير للجدل يمنع الصرب الذين يعيشون في كوسوفو من استخدام لوحات المركبات الصادرة من بلغراد، وهو قرار تراجعت عنه بريشتينا في نهاية المطاف. ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى نزع فتيل التوتر في شمال كوسوفو، بينما أعلن الكريملين أن روسيا تدعم ما تقوم به صربيا بهدف وضع حد للتوترات في كوسوفو الذي شهد إطلاق نار وانفجارات ومؤخرا إقامة حواجز على الطرق. أعلن البابا فرانسيس بابا الفاتيكان أن سلفه بندكتس السادس عشر البالغ من العمر 95 عاما يعاني من مرض خطير. كان بابا الفاتيكان السابق بندكتس السادس عشر قد استقال من منصبه بسبب تدهور صحته. في مدينة بويبيت الكمبودية لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 30 آخرون بجراح إثر اندلاع حريق بفندق يقع بالقرب مع الحدود مع تايلاند. وقالت تقارير صحفية إن أجانب كانوا يتواجدون داخل الفندق لحظة اندلاع الحريق.
أعلنت الولايات المتحدة وإيطاليا إلزام المسافرين الوافدين من الصين بالخضوع لاختبارات كوفيد بعدما أدى تخلي بكين المفاجئ عن سياساتها الصارمة لاحتواء الفيروس إلى إثارة المخاوف في جميع أنحاء العالم من حدوث طفرات إصابات جديدة. أدى تخلي بكين المفاجئ عن سياستها الصارمة لاحتواء فيروس كورونا إلى إثارة المخاوف في جميع أنحاء العالم من حدوث طفرات إصابات جديدة، حيث أعلنت الولايات المتحدة وإيطاليا إلزام المسافرين الوافدين من الصين بالخضوع لاختبارات فيروس كورونا. وتشهد المستشفيات في الصين حالات اكتظاظ بسبب تفشي فيروس كورونا الذي يؤثر بشكل حاد على المسنين، حيث تأتي موجة الإصابات قبيل عيد رأس السنة القمرية الجديدة الشهر المقبل، حيث ينتقل مئات الملايين من الصينيين إلى مسقط رأسهم للاحتفال مع أقاربهم. مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة أعلنت أنها ستفرض اعتبارا من الخميس من يناير المقبل على جميع المسافرين الوافدين من الصين إبراز نتيجة اختبار كوفيد سلبية لخطوط الطيران عند المغادرة. ويأتي تحرك واشنطن في أعقاب إعلان إيطاليا واليابان والهند وماليزيا عن اتخاذ تدابير خاصة لمنع دخول متحورات كوفيد جديدة محتملة من الصين، حيث قال مسؤول صحي أمريكي إن التفشي السريع الذي تشهده الصين مؤخرا يزيد من مخاطر ظهور متحورات جديدة، وأن بكين لم توفر سوى معلومات محدودة لقواعد البيانات العالمية حول المتحورات المرصودة حاليا في الصين، فضلا عن تراجع حملات الاختبارات والإبلاغ عن الإصابات. ختاما لنشاطنا هذا تذكير بأهم العناوين. نحن نتكلم في ناس غالية علينا، ناس غالية علينا قدمت حياتها عشان البلد دي تبقى كده ونبقى احنا قاعدين كده مع بعض كلنا في أمان وسلام. عقب مشاركته باحتفالية انطلاق النسخة الرابعة من قادرون باختلاف، السيسي يشدد على أن الجيش والشرطة دفع ثمنا كبيرا من أجل حماية مصر وشعبها. للمرة الأولى منذ عام 2011 وزراء الدفاع روسيا وتركيا وسوريا يبحثون في موسكو سبل إيجاد حل للنزاع في سوريا. وهذا التطاول يرتقي إلى مرتبة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي. قيس سعيد يقول إن التطاول على سلطة الدولة التونسية ورموزها يرقى إلى مرتبة التآمر على أمنها. وصلنا مشاهدينا لنهاية نشرتنا، للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الإنترنت nile.eg. إلى اللقاء.